طيب الان يا جماعه الخير الشباب اللي مو موجودين المحرمين من البث طبعا المحرمين من البث راح يكون نيابه عنهم الاتصال من الجمهور زين اللي راح يكون نيابه عن اعطونا الاتصال الاول لا شوي بس خليك هناك الاتصال الاول الو الو يا مرحبا الاسم من وين فارس من جده مين فارس من جده فؤاد فارس اهلين فارس هلا. فارس هلا. عندك ثلاث اشخاص ابيك تختار واحد منهم ابيك تختار من خمس اشخاص موجودين جميل مشعل محمد دنعه احمد حنيف هادي بالربعه من تختار منهم ابي واحد جاوب عنه هادي يستاهل هادي طيب السؤال يقول يا فارس في اي عام اكتشف النفط وانتج من قبل شركه ارامكو 1990 1800 1940 1938 1919 1950 معك التايمر يا فارس 1938 متاكد ايوه حرام عليك يا فارس لان الجواب صح شيكم يا شباب ها في علم استبعاد ايش رايك ناخذ لنا واحد الحين اتصال ولا ناخذ لنا شخص يطلع الحين لا شيل هذا شيل واحد مين يبغى شيل مثلا دبين هذا دبه خليه هو قهوه قول الو 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 اسمك مين وين؟ ايش صوت؟ الو السلام عليكم وعليكم السلام الاسم من وين؟ ود من الرياض ود قصري لي صوت التلفزيون لو ما عليك امر ابشر طيب تبشرين بالجنة ود من الاشخاص اللي موجودين من تختارين اللي راح تجاوبين عنه؟ جميل طيب مصير جميل بين يدك يا ود السؤال يقول طيب تشارك المملكة حدودها الجغرافية مع سبع دول تسع دول دولة دولتين عشرين دولة خمس دول تشارك المملكة حدودها الجغرافية مع أعطونا التايمر خلي التايمر ينتهي أعطونا خلوا ينتهي معك 20 ثانية إن شاء الله سبع دول يا ود سبع دول كيف قلتي سبع دول يا ود شلون الله يعينك يا جميل في غيابك لأن الجواب صح لا خلاص ما في خلاص طيب السؤال ايش السؤال يا احمد الاتصال نقول الو نسينا ناخذ الخصم
ودنا في احد يخصم عليه. والله لازم يا شباب اعتذر منكم اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير ابو الحين، كيف حالك؟ مساء النور والسرور يا مرحبا. الاسم من وين طال عمرك؟ ابو دريب طال عمرك من الرياض، الله يطول بعمرك. ابو دريبي يلا حي، ايش اخبارك ابو الحين؟ طيب تمام تمام الحمد لله. انت رجل اصلع صح؟ هلا وسهلا حبيبي. اقول انت رجل اصلع صح؟ اي نعم رجل اصلع ابو الحين. يلا حي ومرحبا بك ابو الحين. الله يبقيك طال عمرك، الحمد لله على كل حال. طيب طيب عطني سؤالك، عطني سؤالك هذه اذا الله كتب لك. انا ما ادري من قبل اتصالك، لكن الحمد لله على كل حال. يعني اقبلوني بدعاي، دعيت والله. الله يجزاك خير ان شاء الله، ادع دايم، ادعنا الله يفرق بيني وبينك للجنه ان شاء الله. الحمد لله دعيت والله كسبني اياه. شكرا لك، خلاص سد حقك. طيب هلا ابو دريبي، عندنا احمد حنيف. ايه. وعندنا مشعل قحطاني. دنعة محمد دنعة. محمد دنعة وبكل فخر. انتم بالاستراحة؟ اي نعم. الله يهديكم يا عيال، والله ما لكم دعم، ما ادري شلون قبل تتصالون. طيب السؤال يقول ايه، اقدم مسجد في المملكة قباء، المسجد النبوي، المسجد الحرام، الراجحي، الرحمة. قباء. مبروك. طيب دقيقة تعود من الشيطان. طيب ودكم تخصمون على من يا شباب؟ الله لا يحير. جاوب على قبا، ودك تخصم على من؟ لحظة خلي افكر. تفضل جاوب على قبا والجواب. اسمع ابو رحيم، سمي ابوي. اذا قلنا الجواب صح بدك تخصم على من؟ اخصم طال عمرك على اللي خذ 2000. ايش قال؟ عطنا اسم يا ابو دريبي. والله ما محسن اختار. لا لا انت الخيار عندك، الخيار عندك. معلش بس تعيد لي الاسماء يا ابو رحيم. الاسماء واجد عندك طال عمرك، عندك صالح، عندك بسام، عندك محمد، عندك نادر، عندك عبد المحسن، عندك معجب مثلا، عندك سلمان ملاهي الشيخ مروض بعد يجيه شيء حلو. بسام الله احبه ولا اقدر والله. اسمع سلمان يا حبيبي سلمان. دقيقه تعال جاوب على قبا. والله جاوب على قبا. سلمان تستاهل العيال الاستراحة يا سلمان اللهي، يهدون لك خصم 1000 يستاهل. بيض الله وجهك، طيب والله اني ادري يا حبيبي. سلمان هذه هدية بسيطة للشيخة. مرة تسبتي ابو دريبي. شكرا مستانس يعني. طيب ناخذ اتصال، ناخذ اتصال. اتصال معك، ايش فيك انت؟ هلو باين من دخل المايك داخل. الله يجزاك خير، الله يهديك. والله ما ادري اللي جابك غبي، تدري ولا ما تدري؟ والله صدق. نقول الو. الو. يقول الو. مرضي من نجران. اسمك مين وين؟ مرضي من نجران. مرضي. مرضي اسمعنا من التلفون لو ما عليك امر. ايوه من التلفون. طيب مرضي تروب عمن؟ مشعل القحطاني ولا احمد حنيف؟ احمد حنيف. طيب السؤال يقول يا الله يا سؤال سهل يا جماعة الخير.
يا اخي حرام يا اخي احمد حنيف بس يا اخي السرعه السرعه طولت يعني. طيب ودك تخصم على من؟ خصم على لا بسام. من هو؟ بسام 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 عشق الله يهديك بسام الله يهديك مرضي الله ما هي مشكله. طيب السؤال يقول قصري صوت التلفزيون مع الكاميرا. شوفوا السؤال يا جماعة الخير ركزوا معي لحد يتكلم. شوفوا السؤال ركزوا معي. أكبر مدينة في السعودية بدون خيارات. تبي بدون خيارات؟ تبي بدون خيارات؟ الرياض. يقول الرياض الجواب صح. أبو الحيم أحمد السماء والعلالي تستاهل يا أبو عشق تسليم جدا وناخذ آخر اتصال ناخذ آخر اتصال. طبعا جمهورنا الغالي أدري ما نوهت عليكم السؤال ما جانا لكن قبل ذا كله راح نسحب سحب عشوائي من الهاشتاج 1500 لشخص واحد. اي بعد مشعل 1500 راح تكون شخص راح نسحبه من التاج في نهايه الحلقه. تمام يا شباب حلوين. طيب نقول الو ركزتوا معانا يا جمهورنا الغالي على الاستوديو 73 اختر المتسابقة اللي راح تهدي له 1500 ونقول من نصيبه ان شاء الله باذن الله. نقول الو وين نروح؟ الو شهد. ايوه شهد الان انت تمثلين عن دور مشعل القحطاني. ايوه راح تخصمين على مين لو جاوبتي صح؟ أخصم على نادر. استاهل. طيب تخصمين على نادر. نادر؟ ايوه حلو. طيب السؤال يقول أكبر حقل نفطي في العالم ويقع في المملكة هو حقل الخفجي المرجان الغوار. أكبر حقل إيه؟ أكبر حقل نفطي في العالم ويقع في المملكة هو حقل الخفجي المرجان الغوار جيك الله. الشيبة الغوار. الغوار متأكدة؟ إن شاء الله. ليش جاوبتي بسرعة؟ عيد 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 عيد. لا لا سؤال ما راح أعيد أنت جاوبتي أبدا. بس يا أخي مو بظلم مشعل الآن يخصم منه. حرام عليك حرام عليك حرام عليك لأن الجواب صح. السماء والعلالي نجمنا فوق عالي تعال يا شباب